عمرك انتبهت وش اللي صاير اليوم؟ التطور صار أسرع، الكل صار يبدع، يفكر، يبتكر ويخترع. صار السباق مع الزمن ما ينفع فيه تتأخر، وريادة بوب القطاع الرعاية والتأمين تحتم علينا نكون مواكبين. يعني اللي كان في المستشفى صار في بيتك، واللي كنت تروح له يجي لعندك، والاستشاري صار كالنجاري، واللي له وقت صار بثواني، والمرونة بسهولة تصير، والتميز ينافس الغير. تطبيق بوبا مثل عادته سابق الكل برعايته. من يومنا وحنا نواكب هالتطور ونتطور، ودايم لنا الريادة في رعايتنا وخدمتنا، والأهم في تمييزنا لعملائنا. خدماتنا مصممينها للتطور اللي عايشينه.